أظن أن من بين التساؤلات الكبرى والمشاكل الكبرى كيطرحها في المجتمع المغربي الحالي واللي عندها علاقة بمنظومة الأسرة، كاين الإشكاليات اللي عندها علاقة بالولاية والنيابة الشرعية، وكاين الحضانة. إذا من طبيعة الحال الحضانة فيها الإشراف والتربية ديال الإبن المحضون، والحضانة كيمكن تكون بالنسبة ملي كتكون قيام الزوجية، يعني أن الزوج والزوجة ما تطلقوش، كتكون الحضانة يوم بجوج الأب والأم. من طبيعة الحال ملي كيوقع الطلاق الحضانة كتنتقل للأم. فيما يخص الولاية هي عندها علاقة بالنيابة الشرعية على القاصر أو ناقص الأهلية، بمعنى أن الشخص اللي ما عندوش 18 سنة تيكون ناقص الأهلية. طبيعة الحال أنه ما يمكنش تكون عنده الأهلية الأداء وحتى أهلية الوجوب ربما عنده، ولكن ما يمكنش يشرف على العملية سميتو على الجانب المالي ديالو. إذا عنده الولي الشرعي، الولي الشرعي ديالو هو اللي كيقوم بالعملية ديال الإشراف على المستوى الجانب المادي أو المالي ديالو. هنا كاين كيميزو ما بين الولاية وكاين الوصاية وكاين التقديم. بالنسبة في القانون المغربي الولاية كتكون الأب والأم، يعني هذو التعديلات اللي جات بها منظومة الأسرة قبل ما هادشي ما كانش في قانون الأحوال الشخصية قبل، لأن كانت الولاية دائما الأب، الآن أصبحت الولاية للأب والأم. ومن طبيعة الحال ملي كيكونوا الأب ولا الأم ملي كيعينوا شخص باش يكون سميتيني مشرف على المسائل المادية للأبناء ديالهم القاصرين كنسميوه وصي، سواء عينوا الأب ولا عينته الأم والمرأة. وكاين القادم طبيعة الحال، والمقدم هو الشخص اللي كيعينو القادم. في الحال اللي ما كتكونش فيه الاب والام كيمكن انه المحكمه تعين واحد الوالي شرعي اللي يشرف على الجانب المالي للمحجور، طبيعة الحال كتسمى مقدم. اذا هذا الولايه غريب كتكون عندها علاقه بالجانب المادي، والحضانه طبيعة الحال هو الاشراف على الاحوال الجانب المعنوي والتربيه والجانب المتعلق بالنسبه للابن القاصر. بطبيعة الحال هاد المقتضيات في القانون المغربي عرفت تعديلات. كان أول قانون ديال 1958، من بعد من دخل تعديلات في 1993، من بعد 2004 هو منظومة الأسرة الحالية. استجاب مجموعة من الطلبات اللي عندها علاقة بالجانب الحركة المدنية، ودخلوا مجموعة من التعديلات في إطار الاجتهاد، في إطار قانون الأحوال الشخصية، وفي إطار الاجتهاد في إطار الشريعة. إذا عطاتنا مجموعة من المقتضيات، وسمعتي رفعت المرأة إلى مستوى أنها تهي مثله مثل الرجل، يعني مثل الأب، أنها تشرف على أحوال الأبناء القاصرين سواء أثناء الزوجية ولا بعد وقوع الطلاق. طبعا في مجموعة من المقتضيات بما فيها مثلا الجانب متعلق بسميتي الجانب اللي عنده علاقه بالنفقه، اصبحت النفقه مثلا ملزمه للمراه الا ما كان الا كانت عندها امكانيات ماديه والرجل ما عندوش الامكانيات الماديه. الحضانه الان انها اصبحت للمراه في حدود معينه، بمعنى انه ما يمكنش تسقط الحضانه عليها الا كان الطفل ما لحقش سبع سنين. اذا جابت مدونه الاسره مجموعه من المقتضيات اللي مشات في اتجاه تحسين هذه المقتضيات من اجل المصلحه ديال الأسرة أولا ومجل الإصلاح الفضلة للطفل. إذا بطبيعة الحال هناك الآن بعد التجربة ديال 18-19 سنة الآن كاين طلبات أنها تدخل تعديلات على مدونة الأسرة في هذا الجانب اللي عنده علاقة بالحضانة ولا عنده علاقة بالولاية، باش تمشي في اتجاه اللي كيراعي مصلحة الفضلة للطفل. القانون المغربي انه ملي كتكون الزوجيه قائمه، بمعنى انه ما كيوقعش طلاق، الحضانه كتكون الاب والام. ملي كيوقع الطلاق من طبيعه الحال الحضانه كتكون للزوجه للام من طبيعه الحال، والزوج في هذه الحاله راه كيعطيها واجب الحضانه، والحضانه ديال الام كتستمر الى كيلحق الطفل 18 سنه، يعني كيولي رشيد سواء كان طفل او طفله، كانت بنت ولا دري. وفي هذه الحالة كاين مقتضيات أخرى أنه كتعطي الحق للراجل للزوج أو للطليق أنه يطلب إسقاط الحضانة ديالها ما كتوفر الشروط ديالها، مثلا أنه إلا جاب الله تزوجات المرأة بزوج آخر غير سميتيني، مثلا ما عندوش علاقة مع ثقته بالنسبة للطفل القصير أو للطفل القصيرة، من حق الزوج في هذه الحالة يطلب إسقاط الحضانة ديال البنت أو الإبن بالنسبة للأم. كاين 15 سنه كاين مصدر امكانيه انه الخيار، يعني ان في هذه الحاله الابن او الابنه القصير كيختار انه يقيم في الحضانه مع باه او الام ديالو.
كاين مقتضى اخر انه ما بقاش على الحق للرجل انه يطلب اسقاط الحضانه واخا كتزوج المراه الا ما لحقش هذا الطفل المحضون 7 سنوات، يعني قيم 7 سنوات كتبقى الحضانه للام. تراعي المصلحه الفضله للطفل، يعني ماشي نقولوا بان الرجل هو اللي عنده الحق في الحضانه ولا المراه عندها الحق في الحضانه، لا، خاص القانون يشوف بانه المصلحه ديال الطفل فين كاينه، واش انه يكون تحت الحضانه ديال الام ديالو ولا تحت الحضانه ديال الاب ديالو. اذا في هذه الحاله كيمكن ان نوصلوا مقتضيات اللي يمكن انها تراعي المصلحه الفضله للطفل، على اعتبار ان الان مثلا نعطيك مثال، كيمكن ان تكون المراه ملي كيوقع الطلاق من حقها انها تعاود تزوج، ولكن كتجي صعيب انها تزوج تفقد الحضانه ديال الابناء ديالها. الا كان مقتضى هذا النوع، الا كانت المصلحه ديال الطفل انها تستمر الحضانه ديال الام ديالو رغم الزواج ديالها، كنظن ان المقتضى خصو يكون في هذا الاتجاه، ان تراعي مصلحه الفضله للطفل، فين غيكون انه المصلحه ديالو، فين غتكون الاستمراريه ديالو في مستوى التعليم والتكوين، وهذه الا كانت توفرت الشروط ديالو كيمكن انه المقتضيات تمشي في هذا الاتجاه، ان المصلحه الفضله والاسره للطفل هي تكون محدد فيما يخص اسناد الحضانه. نفس الحاله بالنسبه للولايه، لان كاين مقتضيات كتنص على ان رغم انها كتنص على ان الولايه للاب والام، ولكن عطات في الترتيب عطات السباقيه للاب. هنا كطرح اشكاليات بمعنى انه واخا كاين هذا المقتضى، كتبان بان المراه باقا قصير، لان في هذه الحاله خص ضروري الاذن ديال الزوج او الطليق باش يمكن انها تقوم بمجموعه من التصرفات اللي المفروض انها داخله في الولايه. من بين الامثله اللي كطرح بزاف في المجتمع الان هو مساله نقل الطفل المحضون من مدرسه الى اخرى، لابد من الموافقه ديال هنا، كتبان بانه رغم انه على مستوى الولايه ولكن راه باقا بعض المقتضيات اللي كتمس المصلحه الفضله للطفل. بعض المرات كتكون مثلا احتكاكات بسيطه، احتكاكات مثلا ربما داخل في العناد ما بين الطرفين، تكون الضحيه ديالهم هو الطفل. الا كانت مثلا المصلحه الطفل انه يغير مدرسه ولا يستمر في المدرسه، ماشي بالضروره ان تضحي به من اجل واحد الخلافات اللي هو عناد ما بين الطليق والطليقه. كاين مقتضيات اخرى اللي عندها علاقه بمساله ديال السفر، باقي طرح اشكاليات كبيره فيما يخص الا بغات الام الحاضنه ان تسافر بالابن ديالها، لابد لها من الموافقه ديال طبيعه الحال، هذا هي كطرح اشكاليات فيما يخص اين تتجلى المصلحه الفضله للطفل، خاصه وحنا كنعرفوا بان الام يمكنش انها تضحي بالابن ديالها في الاصل، هو هذا بعض الاستثناءات، ولكن الاستثناء اللي يقاس عليه. اذا هذه المقتضيات بعض المقتضيات اللي ربما كتطلب انه من خلال فلسفه التشريع انها تمشي في اتجاه انه المصلحه الفضله للطفل، وهذا كيدخل في اطار الشريعه نفسها، لان الهدف هو انه بناء اسره وتنشئه الاطفال على تنشئه صالحه وتوفر لهم الشروط الماديه والمعنويه باش يكونوا باش ينشوا تنشئه صالحه وما يتاثروش بالانفصال اللي وقع ما بين الاب والام.